حياكم الله مجددا في هلا بالعرفج. وصلنا معكم الى فقره اين تذهب اعمارنا اللي كل اسبوع اعتقد العمر العاشر ولا لا دكتور؟ لا هذا الثامن. الثامن؟ طيب العمر الثامن مسماه ربما يكون غريب شوي لكن الشرح بيوضحه، العمر الكنتي. بنسمع بصوت زميلنا محمد العرجاني ونرجع. أين تذهب أعمارنا؟ ثامنا، العمر الكنتي هو الذي يقضيه الإنسان في تذكر الماضي والحنين إليه. أبرز الكتب عن هذا العمر كتاب الكنتية للدكتور أحمد آل مريم، كتاب التنقيب عن الماضي لستيلا فريمان، كتاب عبق الماضي لبديع الهاشمية، كتاب ذكريات للطنطاوي. العمر الكنتي يا دكتور ماذا تقول عنه؟ شوف عشان بس تعرف انه يا هلا بالعرفج اعداد، وهذا الكتاب صدر 1329 لاخونا الدكتور احمد المريع. والحقيقه انا حاولت ان احمد يطلع معنا في فيديو لكن يتعذر في الاشغال، تعرف المثقفين ما شاء الله لا وعنده مهام الجامعه ورئاسه النادي يعذر. وتحياتنا للدكتور، تحياتنا للدكتور، والله الكبير. حاولت تقديرا له لكن عاد ان شاء الله في المرات الجايه ان شاء الله يطلع معنا. فهو الحقيقة الكتاب هذا رغم أنه ما يتجاوز 20 صفحة لكنه عميق في دلالاته. هو يتكلم عن خطاب السيرة، تعرف تقريبا 90% من كتب السيرة هي عبارة كنت وكنت، ومن يسمع هذا المصطلح يعتقد أنه من عنديات العرفجة ومن عنديات الدكتور أحمد. لا، اسمع ماذا يقول عبد الله بن مسعود. يقول وفي الأثر أن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه دخل المسجد وعامة أهله من الكنتيون الذين يقولون كنا كذا وكنا كذا وكنا كذا وكنا كذا. أيضا وردت في بيت شعر، فأصبحت كنتيا وأصبحت عاجلا وشر خصال المرء كنت وعاجل. وعاجل، العاجل اللي هو لما يجي يقوم يحط يدينه كذا مع بعض، يعني أول ما يقوم ليس رأسه، أول ما يقوم عمود الفقري أو أكثر شيء يرتفع. هذا ما يخص المصطلح. لكن الكتاب كم يا دكتور؟ 1429 29 قديم. طيب. المجلة العربية يمكن 20 صفحة. الحقيقة تكلم عن الموضوع كله وفاض فيه كيف أنه هو تعويض. الكنتية هي عبارة صراحة عن احتماء من الحاضر بالرجوع إلى الماضي، هذا باختصار. وإذا بتعرفها شوف مجالس. جميل هذا التعبير، احتماء من الحاضر بالهروب من الماضي. الله الله بالله، يعني الله. جر زراري والله ترى جاتني ارتجال، انت عارف احنا يجينا وحي احيانا كذا من الإبداع. شوف إذا بتعرف هذه الجلسات روح المشراق، جلسات المتقاعدين، الوزراء السابقين، أول ما تقول أنا كنت كذا وأنا كنت كذا وأنا كنت، هذا الماضي انتهى، نحن إزاء عهد جديد. هذا واحد. ثانيا يغلب عليهم البكش. مثلا تلاقي الولد الشيب لو كبر يقول والله يوم أنا صغير ما في بنت بالحارة إلا معجبة فيني وطرحتها، وهو حتى تلقى زوجته ما تطالع فيه بس كذا يعطي إيش، وكنت دافور وكنت من الأوائل وكنت ملابسي نظيفة وذا، وهو كان مشاغب وكل يوم يكسر عليه تاكل. ففيها جانب البكش الحقيقة كثير. من أبرز الكتب طبعا كتاب ذكريات علي الطنطاوي. مو كل الناس متفقين، مو كل الناس متحدين في ذكرياتهم، في ناس صادقين يقولون الحقيقة، في ناس في الغالب يلمع نفسه. أنا أقول يا جماعة إذا حبيت في آخر العمر ذا إيش قلت؟ قلت هذا العمر من الجيد أن نعالجه، إنه لكل زمان جمالياته. أنت لما توصل الستين تأخلق بأخلاق الستين وانسى الأربعين. نزار قباني يقول أنت في العشرين تستطيع أن تحب، وفي الأربعين تستطيع أن تحب، وفي الخمسين تستطيع، وفي السبعين، وفي الثمانين، وفي التسعين. امرأة عجوز قالت إنه في العشرين أنا كنت صغيرة وجميلة، لما صرت في التسعين ماني جميل ماني صغيرة لكن جميلة. شوف أنا قصدي أنه لا خلاص ما مضى قد مضى. وهذه من تكلم عنها ابن الجوزي في تلبيس إبليس، أنه أحيانا يجيك خلاص راحت عليك ما بقي بالعمر كثر يموتك وانت ما مت. ولذلك أينشتاين يقول الموت ليس يقول الموت الحقيقي ليس أن تموت بل أن تفقد لذة الحياة. احنا ما نبغى نفقد الحياة، حتى في السبعين حتى في الثمانين في ناس ما بدأوا. انت تعرف شعراء النوابغ اصحابك بعد الاربعين، يعني بعد الاربعين انا اعتقد بعد التقاعد هو يبدأ العمر الحقيقي. انا ما انطلقت في الكتب والتأليف الا بعد ما تقاعدت، هنا لانه خلصت التجربة بديت تلعبها. العمر هذا مهم ترى والله، ومع الاسف في قعد الانسان يتكلم فيه ساعتين ثلاث من عمره. طيب اترك اللي مضى الان، ماذا انت؟ اترك اللي مضى. جميل. طيب هذا العمر الكنتي ونضمه، خلصنا ثمانية أعمار تقريبا،
نخش على